أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أزكى وأشرف النبيين محمد بن عبد الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم سادة الكرام، تحية طيبة عطرة زكية لكم أينما كنتم وكيفما حللتم، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم قبول الأعمال وقبول الطاعات، إنه سميع الدعاء. ضمن برنامج فقه الصائمين نحييكم أطيب تحية، أرحب بكم وأرحب بضيفي فضيلة سماحة السيد خضير المدني. مرحبا بكم سماحة السيد وحياك الله. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وأسأل الله لكم قبول الأعمال سماحة السيد. صيام مقبول، قبول أعمال إن شاء الله. أحسنتم. سادة الكرام، أن مفهوم الصيام بما هو ظاهر عندنا لا يكفي اليقين به على مستوى التقوى التي نحن نعتقد بها، بل بما يريده الله لنا عز وجل. إنما الغاية الكبرى والمراد الأسمى هو أن يكون للصائم على دراية تامة بأسس ثلاث: الأولى لمن هو صائم، والثانية ما هو أثر صيامه، والثالثة ما الذي يغيره الصيام فيه. فالله سبحانه وتعالى غني من أن يجعل الإنسان مقياس أمام شربة ماء أو لقمة طعام، بقدر ما يريد الله سبحانه وتعالى للإنسان أن يكون مقياسا أسمى من الملائكة، منزها عن كل ذائقة سيئة ورذيلة تحط من قدره وقيمته ومقامه. إذا نسأل الله سبحانه وتعالى يرفع قدرنا قيمتنا ومقامنا، أنه سميع الدعاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لقبول الأعمال في هذا الشهر الفضيل، أنه سميع الدعاء. أجدد التحية بك سماحة السيد مرة أخرى. أهلا وسهلا بك وحياك الله. هناك أسئلة متبقية أبدأها معك من سؤال الأخ أبو عبد الله من كربلاء المقدسة. هو سأل فيما يخص الصلاة ومسألة القيام وعدم الاستطاعة لذلك، وكذلك سأل فيما يخص الصيام، وعلما أنه ذكر أن الطبيب قد نهاه عن الصيام بسبب وضعه الصحي. لكم الكلام، تفضل سماحة السيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم أن يتقبل صيامكم وقيامكم وطاعتكم. إذا الطبيب راجع مريض وطبيب قال للمريض، قال له أنت لا تصوم، الصوم يضرك. هنا بالنسبة للمريض، هل يستطيع الاعتماد على قول الطبيب؟ نعم، إذا يعني يستطيع الاعتماد على قول الطبيب إذا كان قول الطبيب يوجب الظن بالضرر. كيف يعني سمع زي ما قلت وضح العبارة؟ يعني المريض يظن أنه كلام الطبيب صحيح مثلا بنسبة 80% أو 90% أو 70%. نعم. فإذا أوجب عند الضرر عند المريض قول الطبيب يجوز للإفطار هنا. وكذلك أيضا إذا أوجب عنده الاحتمال الموجب لصدق الخوف، يعني احتمال أنه قول الطبيب صحيح هنا، فأيضا في هذه الحالة يجوز للمريض أنه يفطر على قول الطبيب. والإفطار على قول الطبيب أو بقول الطبيب فقط في هذه الصورة، يعني بقية الصور لا يجب الأخذ بقول الطبيب والإفطار، فقط في هذه الصورة إذا كان قول الطبيب يوجب الظن بالضرر أو احتماله الموجب لصدق الخوف فقط. طيب سمح سيد، أحيانا يكون الطبيب له رأيه في هذه المسألة فيجزم بعدم الصيام بالنسبة يعني للمريض، لكن الصيام في نفس المريض أحيانا يعتقد اعتقاد قطعي أنه لو صام لا يؤثر عليه. وأنا هل تغلب مسألة قول الطبيب أم المريض نفسه؟ نعم، بين يأخذ يعني؟ نعم، إذا الطبيب قال للمريض قال لا تصوم مثلا، والطبيب المريض عفوا يعتقد انه يقدر يصوم، هنا يعتمد على قوله على قول المريض، يعني ما طول هو يشخص انه يقدر يصوم، فيقدر يعتمد على يعني يعتمد على تشخيصه هو، تشخيص المريض هو يصوم في هذه الحاله. وان قال له هذا الطبيب انه الصوم مثلا يضرك بيضر عليك، لكن هو يعتقد انه الصوم ما يضره، فالواجب على هنا المريض الواجب عليه انه يصوم. وبالعكس اذا كان يعني المريض يقول له صوم بقدرته، يقول له صوم يعني انت هذا ما يضرك، لكن المريض خاف انه الصوم يضره، في هذه الحاله يجوز له الافطار. ممتاز، احسنتم. السؤال الاخر له يسال فيما يخص بار القبله عند التخلي.
نعم. سماحة السيد عنده احتياط وجوبي بعدم جواز استقبال القبلة واستدبار القبلة حال التخلي. يعني الشخص من يريد يقضي حاجة لا يستقبل القبلة عند قضاء الحاجة، لا يستقبلها ولا يستدبرها، يعني ينحرف عن القبلة، يعني ينحرف مثلا مقدار 30 درجة 40 درجة 50 درجة، ينحرف عن اتجاه القبلة بمقدار يعني يصدق أنه هذا الشخص ما يتخلى باتجاه القبلة. استقبال القبلة واستدبارها سماحة السيد عنده إشكال، عنده احتياط وجوبي. فأما العمل بالاحتياط وعدم لا استقبال القبلة ولا استدبارها حال التخلي، أو يمكن الرجوع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم، وهذه المسألة مسألة خلافية، هناك من يذهب إلى الحرمة، هناك من يذهب إلى الكراهة. سماحة السيد احتاط هنا. نعم حسنتم سماحة السيد. أم هاشم من بغداد تسأل سماحة السيد، تقول تسأل بخصوص والدتها توفت قبل جدها، فتسأل تقول هل ترث أم لا، علما أن البيت هو ملك ليس ملكا لها إنما هو فقط باسمها. نعم، يعني إذا البيت كان هو ملك للجدة حقيقة ملك إلها، مو فقط يعني مسجلي باسمها، وإنما هو ملك إلها. وأحد بناتها يعني بنات الجدة ماتت قبلها، وهاي الجدة عندها أولاد، فهنا هاي بنتها اللي ماتت قبلها إذا كان عندها أولاد فالذول أولادها ما يرثون الجدة. لماذا؟ باعتبار أنه الجدة عندها أولاد، يعني عندها أولاد وعندها بنتها اللي ماتت قبلها عندها أولاد، يعني راح يصير عندها أولاد فهنا الولد أقرب من ولد الولد. وعندنا قاعدة بالميراث الأقرب يمنع الأبعد، فالميراث يروح لأولاد الجدة دون أحفادها، يعني مع وجود أولادها ليس لهم شيء من الميراث. هذا طبعا على فرض أنه البيت إلها، يعني إذا كان إلها. نعم، إذا كان يعني إذا كان مو إلها، يعني كان مثلا كان لزوجها يجري نفس الكلام. إذا كان يعني هي البنت متوفية قبل أبوها، وإذا كان متوفية بعد أبوها فلا، ترث هي حالها حال أخوتها وأخاتها، وحصتها تروح للأولاد. أذكر السادة الكرام المشاهدين بأنه يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام التي تكون ظاهرة الآن في أسفل الشاشة، وهي الأرقام التي يمكنكم أن تتواصلون من خلالها معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. سماحة السيد، هناك سؤال آخر لمصطفى من بابل. تقول هي أجرت عملية مفاصل، أو مصطفى من بابل أجرى عملية مفاصل ولم يستطع الصيام، كان ذلك بسبب أمر مهم هو أن الطبيب نهاه عن الصيام، أو بالأحرى أمره بأخذ علاج هذه الفترة. تفضل سماحة السيد. نعم، الطبيب إذا يعني كتب للمريض دواء وقال له هذا الدواء تناوله مثلا كل 8 ساعات أو كل 6 ساعات ولا ربما أقل، بمعنى أنه الطبيب فرض عليه نظام دوائي يأخذ الدواء في أثناء النهار، سواء كان حب مثلا أو شرب دواء أو كبسول أو ما شاكل ذلك، هذا كله يعتبر من المفطرات. فهنا إذا فرض عليه نظام دوائي يجوز للمريض أنه يأخذ النظام الدوائي هذا، يعني يبقى يستمر على النظام الدوائي هذا في أثناء النهار، وهذه الأيام يقضيها اللي يعني كان يأخذ بها علاج في أثناء النهار. هذا طبعا إذا كان الغذاء عفوا إذا كان النظام الدوائي مما يفطر، مثل الأبرة عفوا، مثل الحاب أو الكبسول أو شرب الدواء. أما إذا كان أحيانا الطبيب يكتب يعني في الدواء للمريض ليس من المفطرات، كما لو مثلا كتب له أبرة، الأبرة لا تعتبر المفطرات، وين ما يريد يضربها بالوريد بالعضلة ما تعتبر من المفطرات. جيد سماحة السيد، اسمع لي أخذ اتصال إن شاء الله نكمل معكم. أبو زينب من بابل، السلام عليكم أبو زينب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله، الله يطول عمرك. السلام عليكم، بارك عليكم إن شاء الله وعلى الشيخ الكريم. الله يبارك فيك ويحفظكم. تفضل أبو زينب. العفو، عندنا 3 أسئلة بس مو على علاقة يعني رمضان والصيام رمضان. ميخالي تفضل. نعم شكرا جزيلا حبيبي. هل يحق للرجل شيخنا الكريم؟ نعم. الله أكبر. هل يحق للرجل أن يزوج ابنه من بنت زوجته الثانية والثالثة، يعني أمه ماتت وتزوج والد من مرأة عندها بنات، يحق له يزوج ابنه منهن؟ عفوا كرر السؤال لو سمحت بس بهدوء. نعم كرر السؤال لو سمحت. أعيد. نعم، والدة توفى، والدة توفت وأبوي تزوج لوحدة عندها بنات، أنا عندي أخوة، يحق أنه أبوي يزوجني إلي أو الأخوت من بنات هاي الزوجة الجديدة؟
تمام. اسمع الإجابة الآن من سماحة السيد. نعم. بما أن السؤال خارج موضوع الصيام. عندي بعد سؤال آخر بالزحمة. تفضل. نعم. اكو دورات يشوف قسم للاخواني يصلون على بدل التربه يخلي قران او يخلي مثلا دعاء صالح. سيد المخرج الصوت غير واضح لو سمحت. يصير هذه لو ما يصير. طيب سمحت سيد، هل بامكانكم الاجابه على هذا السؤال؟ كان واضح؟ مع الشكر الجزيل. حياكم الله. حياكم الله. اهلا وسهلا. نعم يجوز لانه يتزوج من عندها، لان هذه يعني ابوه زوج امراه والمراه عندها بنات، فالبنات يعتبرن اجنبيه على يعني هذا على بناته على اولاد هذا الولد، فكان انه يتزوجها يعني ماكو حرمه لا نسبيه ولا مصاهره ولا رضاع، فماكو اي حرمه بيناتهم، فبامكانه انه يتزوجها. نعم بامكانه. طبعا بالنسبه للاب، الاب ما يصير يتزوج يعني بنات زوجته، لانه مجرد انه يعقد على المراه فبناته حرما يعني حرما حرما عليه، يعني ما ممكن انه يتزوج عن البنات. حسنتم. نعم اي محمد باقر من بغداد. السلام عليكم محمد. عليكم السلام. الله يتقبل صيامك محمد، تفضل. الله يحفظكم. تفضل محمد حبيبي. وياي البرنامج يعني اسال؟ على راسي. نعم صحيح، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحياتنا للسيد. الله يحفظك. عندنا سؤال يم السيد بخصوص الإقامة في بلد آخر في رمضان، يعني أنا أسكن بغداد وأريد أروح الكربلة مثلا أبقى لي فترة أسبوع هناك، أنا 10 أيام لازم، فأقدر أبقى يعني أقل من 10 أيام وأرجع لو ما يجوز لي هذا؟ أنت عملك بالضبط هو يكون أسبوع تقريبا وليس 10 أيام، صحيح؟ نعم الإقامة. انت عملك المحدد يكون في كربلاء اسبوع؟ نعم صح. لكن يعني بسأل لو بقيت اقل 4 أيام 5 أيام، ولكن ترجع. يعني شنو الطريقه اللي ابقى بها هناك ويجوز لي ان اصوم واصلا قصد انه يقطع هذا 10 أيام؟ شكرا يا محمد، واضح السؤال. الله يحفظك. ام زينب من كربلاء المقدسه، مرحبا يا ام زينب، مرحبا تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام والاكرام. تفضلي سيدنا. أنا زوجي اعتقل السيد محمد الصدر ويدخن أثناء الصيام. نعم كملي أم زينب تفضلي. أي هو هذا يعني بتعرف ويش كان لو هذا هو يعني. تمام تدلي إن شاء الله. شكرا يا أم زينب، شكرا جزيلا. أم علي من بغداد، السلام عليكم يا ام علي، الله يتقبل صيامكم ان شاء الله. منورنكم ان شاء الله. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام. ممكن احكي السيد؟ على راسي. ممكن تفضلي ام زينب. ام علي. السيد عندي اني عقده ليفيه داخل الرحم وسويت لها عمليه، يعني تخربطات عندي بالشهريه واثناء الصيام يعني. يعني مثلا تبقى علي هواي يعني هاي الشهر كله يعني يبقى علي يطيح يعني صراخ وشغلات يعني العفو، شلون هذا حكم الصيام مات يعني مثلا اذا ما صرت احنا على السيد؟ دلل يا معلم دلل. اشكرك يعني. ام لؤي من بغداد، السلام عليكم يا ام لؤي، تفضلي. السلام عليكم. اهلا ومرحبا يا ام لؤي، تفضلي. شكرا جزيلا يا ام لؤي، الله يتقبل صيامكم ان شاء الله وطاعتكم، تفضلي. أنا عندي مفاصل مزين، مفاصل مزينة وضعها مزين، فقر مالتها طلعت عملية عندي ما سويتها أنا. وثانياً عندي دوخة وعندي ضغط دوخة مو شلون كان. 3 أيام يشد وياي. وأنا هسه الحمد لله والشكر صايمة الحمد لله دايمة على رمضان إلى هسه. شلون شلون الدوخة؟ ياخذون نص سجاية. شلون بهالحالة؟ نعم شكرا جزيلا يا ام لؤي. ابو رضا من بابل، السلام عليكم يا ابو رضا، حياك الله. السلام عليكم عمي، شلونكم؟ وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. الله يحفظك ابو رضا، لا تقبل الله يستر عليكم بحق الحسين، رحم الله والديكم. شكرا جزيلا لك، تفضل يا ابو رضا. عمي انا مواليدي 58، يعني عمري 62 سنه. وقضيت عمري بالسجن، التعذيب اللي شفته حشات ما ينجرع.
وعلى كل طلعت من الشهر هذا فهسه ما اقدر اصوم فادفع قونيه طحين بمكان الصيام. فهسه اذا حق ادفع قونيه طحين لو لا فحبيت اسالكم لان انتم اخوتي. على راسي. انت راح تسمع اجابه مفصله بهذا الخصوص ابو رضا. نعم. راح تسمع اجابه مخصصه بهذا السؤال. اي والله. لكن اسمح لي اسمح لي بس ابو رضا، كم سنه بقيت بالسجن؟ يعني الفتره اللي ما صمتها كم سنه؟ 9 و11 شهر بقيت بالسجن. 9 سنوات؟ 9 و11 شهر بالمغلق. تمام. أيوة. تسمع الاجابه المفصله ان شاء الله. على راسي على راسي يا ابو. شكرا يا ابو رضا. نعم سيد المخرج هناك اتصال. نعم الصوت غير واضح. منير، منير من كربلاء المقدسة، مرحبا يا منير حياك الله. السلام عليكم. تفضل يا منير. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام حياكم الله. بلد احنا عندي بنتي عمرها 9 سنوات. نعم. هي تصلي وتصوم طبيعي. كرر السؤال يا منير. كرر السؤال. السيد المهندس. السؤال. نعم. بنتي عمرها 9 سنوات. فمن دا تروح للمدرسة من تروح للمدرسة دا تعطش حالي يعني دا تبشي لأن صايمة هي تصوم وصلي هذه واجباتها طبيعية بس من ترجع دا تكشي من ورا الصيام تقول ما أقدر ما أتحمل وما هذا السؤال زين شنو جوابك سيد بهذا الموضوع؟ يعني لما تتحمل الامتناع عن الأكل أو الشرب لو شرب المي؟ لا الشرب. نعم. أيوة يا سيد. شكرا يا منير. ممنون منكم الله يحفظكم. أبو علي من بابل، سلام عليكم يا أبو علي حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السؤال يعني خارج شهر رمضان. هذا رأسي تفضل. تفضل. والمقتول دفع دية. سيد المخرج فقط الصوت لو سمحت، جزاك الله خير جزاء المحسنين. ألو. تفضل يا أبو علي، تفضل. واحد صديقي. ابن انقتل قتل ودفعوا له دية وسواه على الارهاب وجاي ياخذ راتب، هذا الراتب حلال ولا حرام؟ الو. هذا راتب غير موضوع الدية، من وين جاي ياخذ راتب؟ جاي ياخذ راتب من الدولة من العراق. طبعا عفوا بس اذا تسمح لي بالنسبه لابنك قضيه جنائيه لو قضيه ارهابيه قتله كانت؟ لا جنائيه هي جنائيه بس هم ما اعطوا قالوا فلان قتله خاله. نعم. اي وسووها على الراتب فهذا الراتب اللي جاي ياخذه حاليا حلال وحرام. تمام تدلل يا ابو علي ان شاء الله تسمع هي. الاجابه من سمعت السيد، شكرا جزيلا لك يا ابو علي. نعم أبو حسام من كربلاء المقدسة، حياك الله يا أبو حسام. السلام عليكم. عليكم السلام والإكرام. عليكم تفضل يا أبو السلام. الله سلامكم إن شاء الله. شكرا جزيلا أهلين رب العالمين، تفضل. بلا زحمة عليك، أنا موظف داوم بالأنبار. عندي دوام 4 أيام بالأنبار، يعني الأسبوع القادم إن شاء الله. نعم. في حالة يعني صيامنا شلون يعني؟ كم يوم دوامك؟ 4 أيام. فقط؟ فقط 4 أيام؟ فقط 4 أيام بالشهر. بالشهر. بالشهر؟ بالشهر؟ نعم كل شهر 4 أيام نداوم محافظة الأنبار. تمام. واضح السؤال إن شاء الله. السيد المخرج لو سمحت نتوقف على الاتصالات، جزاك الله خير. تمام. الأخت رويدة كربلاء المقدسة، السلام عليكم. عليكم السلام، رمضان كريم. شكرا جزيلا الله اكرم عليكم الخيرات، تفضلي. العفو رديت بس اسال يعني يا شيخ عندنا خالتي ووالدتي الدكتور منحهم من الصيام، خاله طلعت اصلا هي عندها صغيره وكلت كبيره. كرري السؤال ست رويده لو سمحتي. العفو خالتي ووالدتي، خالتي منحها الدكتور من الصيام، يعني عمرها 66 سنه، قلت انت ايش كذي صغيره ما تتحمل. ووالدتي هم كذلك بس عندها قلب. وهسه صايمين طبعا ومتأذين، زين هاي شنو يعني عرض اشوف يطير؟ سمع سي سؤال مريضة مرضى. زين المريضة. نعم. واضح ان شاء الله واضح. شكرا اخت رويدة. شكرا شكرا لجميع السادة المتصلين.
الآن سمحت سيد نجيب على الأسئلة. وصلت معك إلى سؤال الأخ هاشم، يسأل فيما يخص أنه لديه سيارة، وكما تعلم أن الدولة تخصص حصة من البنزين أو الغاز يعني وقود السيارة، لكن حصة معينة ومحددة. هو يسأل فيما يخص هذه الحصة، هو يبيعها خارج هذا النظام بدل أن يستفيد منها، حكم ذلك سمع السيد؟ يعني إذا كانت هذه الحصة مشروطة أنه يعطوه إياه حتى يعمل بيها، فبعد لا يعني ما يجوز هنا في هذا الحالة، ما يجوز أنه يأخذ البنزين هذا ويروح يبيعه. هذا طبعا مع الاشتراط، يعني إذا كان مشترطين عليه، إذا لا ما مشترطين عليه ومنطينها على نحو التمليك، يعني هاي البنزين ملك إلك أنت، إذا ملك إلك بعد هو من يسلمه، من يسلمه يقدر يعني يتصرف به، يقدر يبيعها، يقدر يبيعها او يهبها او ما شكل ذلك، ما طول هو مطنيا تملك، فبحسب هو يعني نوع المعامله اللي مع يعني مع الدوله او مع المحطات اللي يعني اذا كان هناك شرط يتقيد بالشرط. نعم اذا كان هناك اي نعم نعطيك هذا البنزين بشرط انه تعمل به انت، يعني مو مثلا تروح تبيعه هنا ما يجوز بعد يروح يبيعه، واذا لا ماكو شرط عليه يعني ما مقيد وإنما يطون هي على نحو التمليك يجوز هنا يبيع. جزاك الله خير. الأخ العفو أم لؤي من بغداد تسأل فيما يخص أنه لديها سمع سيد مفاصل ودوخة كذلك، حكم الصيام سماحة السيد؟ إذا كان يعني تتضرر من المرض، يعني إذا صامت يسبب لها ضرر، أو كانت تخاف يعني مو مريضة مثلا، ولكن كانت تخاف يعني مثلا هي تخاف انه يصير عندها دوخه، اذا كانت تخاف تصير عندها دوخه وهي الدوخه يعني تتاذى من عندها، نعم يجوز لها الافطار، طبعا فضلا عما اذا كانت تتضرر ضرر معتد به، اذا كانت تتضرر ضرر صحي معتد به ايضا يجوز لها الافطار. تمام. الاخ محمد باقر من بغداد يسال فيما يخص الاقامه في محافظه اخرى، يقول له انا مثلا عندي شغل في كربلاء المقدسه والمترتب عليه ان يقيم 10 ايام، لكن فيما يخص حدود عمله أقل من هذه الفترة، يجوز لأنه يرجع أو شنو حكم ذلك؟ نعم عندنا من قواطع السفر هو قصد الإقامة في مكان معين لمدة 10 أيام. شنو قصد الإقامة؟ يعني الشخص عد اطمئنان راح يبقى في كربلاء 10 أيام. إذا عد اطمئنان هذا يصدق عليه إقامة، شنو هو ظن قوي هاي إقامة. إذا شخص يدرب نفسه وما راح يبقى يعني 10، يعني عنده يقين هو راح يبقى 10، عنده 9 ويبقى 8، ما عنده اطمئنان انه هو راح يبقى، هذا يجب عليه القصر الصلاة ويجب عليه الافطار، يكون عنده اطمئنان هو راح يبقى 10 ايام. اذا عنده اطمئنان نعم يصلي تمام ويصوم، احيانا بعد فترة يعني قد بعد يوم يومين ثلاثة يصير في الظرف طارئ ويقرر انه يخرج، مثلا يخابرونه يقولوا له بعد امر صار تعال ارجع. هذا إذا كان نوى بالأساس أنه يقيم 10 أيام وهو مطمئن للبقاء. نعم يعني كان عدة طمئنان وحصل له ظرف طارئ، صار ظرف طارئ وغير رأيه وراد يرجع، يعني الحكم يختلف. نعم هنا يبقى يعني يصلي تمام، يبقى على التمام ممتاز إلى أن يخرج، وبالنسبة أيضا للصومة يبقى يصوم إلى أن يخرج كذلك. ممتاز. أم زينب من كربلاء المقدسة تسأل بخصوص زوجها، هو من مقلدين سماحة السيد الصدر، وتسأل فيما يخص حكم التدخين. تفضل. نعم بالنسبة للتدخين على رأي سماحة السيد سستاني دام ظله السيد الخوي أيضا عندهم احتياط في هذا المسألة، أكثر الفقهاء يفتون عفوا يحتاطون احتياط يعني وجوبي في هذه المسألة، في مسألة التدخين احتياط وجوبي. هناك من يفتي بأنه يعتبر من المفطرات، السيد صدر رحمة الله عليه عنده التدخين لا يعتبر من المفطرات، عند التدخين ما يعتبر من المفطرات، فاللي يقلد السيد صدر يعني ممكن انه يمكن يدخن، ولكن الاحتياط يعني افضل انه الانسان عليه الاحتياط كما يقال انه طريق النجاة، فحتى لو كان يقلد السيد صدر عليه انه يحتاط هذه المسائل فيها باب عدول وليدخن ها في نهار شهر رمضان. نعم احسنتم. أم لؤي من بغداد أم علي من بغداد سمع السيد تسأل فيما يخص عدم انتظام العذر الشرعي لها، حكم ذلك سمع السيد فيما يخص الصيام؟ يعني الحيض أكثره 10 أيام، إذا زاد على 10 أيام هذا يعني ما زاد على 10، طبعا إذا كانت مضطربة عادتها ما زاد على 10 يعتبر استحاضة، وإذا كانت لا ذات عادة مثلا عادتها 7 أيام أو 5 أيام وزاد الدم على 10 فهنا
الدم هذا اللي بمقدار العادة مثلا 5 أو 7 هذا يعتبر حيض، وما زاد على ذلك يعني ما زاد على الدورة الشهرية إلى مثلا 15 يوم 12 يوم هذا كله هذا يعتبر استحاضة. جيد سمحت سيداني أشكرك وأجزاك الله خير الجزاء. هناك فاصل نأخذ فاصل وبعده إن شاء الله نواصل معكم. سادتي الكرام بقوا معنا ولكن بعد فاصل قصير ولا تتم معكم إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. روي أن إعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة. فأجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: الفيء على ذي الرحم الظالم. ثم قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: 3 لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، ومدمن سحر، وقاطع رحم. إن السبب في كل هذا التأكيد الإسلامي على الرحم هو إن عملية إصلاح المجتمع وتقوية بنيته وصيانة مسيرته بتقوية اللبنات الأساسية التي يتكون منها البناء الاجتماعي، وعند استحكام هذه اللبنات، وأقصد من اللبنات هي الأسرة، وتقويتها يتم إصلاح المجتمع تلقائيا. السلام عليكم سادتي الكرام، تحية طيبة لكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم قبول الأعمال إنه سميع الدعاء. ضمن برنامج فقه الصائمين أجدد التحية بكم، والأرقام التي تكون ظاهرة أسفل الشاشة هي الأرقام التي يمكنكم أن تتواصلون من خلالها معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. تحية موصول لكم سماع السيد مرة أخرى. ملوعي من بغداد سألت وأجبنا على سؤالها، يبدو أن لديها اتصال مسبق وأجبتم على سؤالها في بداية الحلقة، شكرا جزيلا لك. الله يحفظك. شكرا. أبو رضا من بابل ذكر أنه تعرض إلى السجن في أيام سالفة، وذكر أنه ما يقارب 9 سنوات ولم يصم و11 شهرا، حكم ذلك سماحة السيد، لكن اسمح لي أخذ اتصال ونكمل شكرا. الإجابة إن شاء الله. أبو ليث من كربلاء المقدسة، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أبو ليث. شكرا سيدنا وبركاته. إن شاء الله. حياك الله. أهلا بك. حياك الله. تفضل يا أبو ليث. سيدنا أقحى بالإذان ما نذكره، قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. القرآن الصائم. زين بإشكال هاي سيد لو طبيعي. إن شاء الله تسمع الإجابة من سماحة السيد. شكرا يا أبو ليث. شكرا. علي من بابل، السلام عليكم يا علي، حياك الله. وعليكم السلام، شلونك سيد؟ حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. عندي 3 أسئلة وياكم بس بلا زحمة علي. دلل يا علي، تفضل. هل مشاهدة باب الحارة من المسلسلات الرمضانية هل هي حلال أم حرام؟ عفوا؟ هل مشاهدة باب الحارة من المسلسلات الرمضانية هل هي حلال أم حرام؟ والسؤال الثاني، مشاهدة أنمي ون بيس، مشاهدة أنمي كارتوني، فهل هو حرام أم حلال؟ شنو عنوان هذا الفيلم كارتون؟ انمي ون بيس، انمي كارتون يحكي عن فراسنة بالبحر.
نعم. والسؤال الثالث، هل يجوز الزوج ضرب زوجته اذا كانت خطانه؟ ها هاي كملت، مشكورين ورحمه الله وجهك. تدلل يا علي تدلل. نعم محمد من الديوانيه، حياك الله يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رمضان علي، رمضان كريم. شكرا جزيلا يا محمد، حياك الله تفضل. عندنا محل مال دوش مال السيارات. ولقينا كيس بيه ذهب. هذا شنو حكمه؟ يا زحمة. دلل يا محمد. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. نعم. هيثم من البصرة، السلام عليكم يا هيثم. السلام شو أخبارك؟ حياك الله، تفضل عيوني، تفضل. وعليكم السلام، بس عندي سؤال للسيد. أي نعم، تفضل. أنا مقيم بالكويت، أنا مقيم بالكويت وهناك ماجرين الشقة يعني. في الشهر نروح يعني 4 مرات، 5 مرات، يعني هم يصير علينا إفطار لو ما. تدلل ان شاء الله، تسمع الاجابه مفصله من سماحه السيد بهذا الخصوص. شكرا يا هيثم. السيد المخرج الاجابه عن الاسئله لا تنسى. شكرا جزيلا لك. نعم ابو علي من ميسان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رمضان كريم عزيز. حياك الله، الله يتقبل صيامك ان شاء الله. الله يرحم والديك. بلد احنا جاي اعاني من نزول الدم من الاعلى. نزول الدم ايام الله جاي شوياك وجاي نزول، يعني قسم من عنده يعني مسيطر علي اخذته برا، بس الباقي اللي ما احس بيه وما اشعر فيه اذا نزل وما ادري بيه بدون اي شعور، يعني هذا ياثر على الصيام بلا زحمه. من الانف؟ الدم عندي دم داخل يعني شلون يصير بانفي من الداخل يعني. فقسم من عنده اطرحه للخارج. واضح يا ابو علي. واضح يا ابو علي. ما يعني ما ادري بيه يعني. تمام. تمام ان شاء الله تسمع، ان شاء الله تسمع الاجابه من سماحه السيد يا ابو علي. رحم الله والديك، ممنون. رفع الله قدرك ومقامك ان شاء الله. سماحه السيد اعاود معك لسؤال الاخ ابو رضا، وسجن ما يقارب 9 سنوات و11 شهرا ولم يصم، يسال فيما يخص ماذا يترتب عليه في ذلك سماحه السيد. يعني اذا كان الافطار مالته مو بعذر فعليه القضاء والكفاره، اذا كان بعذر مثلا مريض او مثلا هناك اكراه يقولوا له الا تفطر اكراه، يهددونه انه اذا ما يفطر فعليه فقط، اذا كان هناك عذر فعليه القضاء فقط دون الكفاره، طبعا فديه التاخير لانه اخر القضاء. اما اذا كان الافطار من دون عذر فعليه قضاء وكفاره وفديه التاخير. احسنتم. منير من كربلاء المقدسه يسال فيما يخص بنته عمرها 9 سنوات ويقول عند ذهب الى المدرسه ما ترجع سماحه السيد ولا تتحمل فقط في مسألة العطش. نعم. يعني إذا عطشت عطش شديد وغلب عليها العطش بحيث إذا بقت ممسكة عن شرب الماء راح تتضرر. نعم. أو يسبب لها حرج شديد، يعني إما ضرر ضرر بدني ضرر على النفس أو يسبب لها حرج لا يتحمل عادة، هنا يجوز لها الإفطار ولكن يعني تشرب بمقدار الضرورة، يعني مو لحد ارتواء، تشرب بمقدار الضروره، مثلا اشتق ايش قد يعني هاي اللي يدفع الضروره تبقى ممسكه نصف قدح او قدح. نعم يعني تشرب فقط بمقدار الضروره وتبقى ممسكه وعليها القضاء بعد ذلك. احيانا سماحه السيد هكذا مواضيع تترتب حتى على كبار السن، يعني ليس فقط يعني الصغار. نفس الحكم يكون فيه سماحه السيد؟ نعم يعني الصائم اذا غلب عليه العطش يعني ماكو فرق انه صغير او شاق في عمل شاق في مخبز عندما عندما يغلب عليه العطش وما يقدر انه يصبر عن شرب الماء اما يعني اذا امسك عن شرب الماء واستمر اما يسبب له ضرر صحي بمقدار معتد به او يسبب له حرج لا يتحمل عاده، هنا يجوز انه يفطر، لكن مو يفطر يعني يشرب الماء حد الارتواء، وانما فقط بمقدار الضروره يبقى ممسك، وهذا هاي الايام اللي افطرها بشرب يعني قليل من الماء عليه انه يقضيها ولا كفاره عليه. تمام. ابو علي من بابل يسال فيما يخص استلام راتب من الدوله لابنه في قضيه جنائيه سماحه السيد وصنف في قضايا يعني ضحايا الارهاب. نعم يعني هذا الراتب اللي تعطيه الجهه المانحه او المنحه اللي تعطيه الجهه المانحه
إذا كانت تشترط أنه الراتب أو المنحة المعطاة لهذا الشخص أن يكون من ضحايا الإرهاب، فغير ضحايا الإرهاب ما يجوز لهم يأخذون من هذه المنحة، لأن هذه المنحة يعني الجهة المانحة هي مخصصتها لضحايا الإرهاب فقط، يعني شهداء أو ضحايا الإرهاب. فإذا كان هو شهيد من شهداء الإرهاب أو ضحية من ضحايا الإرهاب يجوز أنه يأخذ. أما إذا كان هو يعني قتل في قضية جنائية والراتب ما معطى للقضايا الجنائية فقط معطى لشهداء الإرهاب، هنا ما يجوز ليأخذه، وكل اللي أخذه طبعا عليه قطعة، وكل اللي أخذه عليه أنه يرجع هاي الدائرة المعنية، طبعا إذا كان يعني ما يخاف عليه من الاختلاس، وإذا كان ما ممكن إرجاعه ولو أنه يخاف عليه من الاختلاس فيتصدق به على الفقراء المتدينين. ممتاز، حسنتم سمحت سيد. أبو حسام من كربلاء المقدسة، هو موظف يداوم في الأنبار 4 أيام بالشهر، حكم في ذلك سمحت؟ يعني هاي الفترة قليلة لا يصدق عليه لا كثير السفر ولا مقر، فما طول 4 أيام بالشهر حتى لو يعني يقصر الصلاة، حتى لو كان لديه استمرار سمحت حتى لو كان عنده نعم استمرار 4 أيام قليلة، فالواجب عليه أنه إذا سافر بهاي الأربعة أيام خلال شهر رمضان الواجب عليه الإفطار، وبالنسبة لصلاته خلال 4 أيام هذه دائما يصليها قصر. طيب سمحت سيد، أنا جدا أشكرك وأسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق والسداد. شكرا لكم. هناك شكرا. وقت ضيق جدا سيد المخرج يشير ذلك، حتى هناك اتصالات لا يمكن أن نستطيع أن نأخذها بسبب ما تبقى لدينا من الأسئلة نجيب عليها إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. ها كم بقي لدينا من الوقت سيد المخرج؟ تمام، لكن هذا يبقى على الحلقة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. نعم تفضل أبو أرشد من ميسان، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. سماحة السيد، أنا عسكري بأهلي بالعمارة، دوامي بغداد، التحاق يكون أسبوع بأسبوع فترة الدوام. بالفترة الأخيرة عندي بيت، جاي أبني بيت بالبصرة، فخلال الأسبوع أو مرتين ثلاثة مرات أربعة مرات أباتي يومين تعرف شغل وعمال وإشراف على العمال. باي حالة صيامي في حال ذهابي للبصرة، صيامي تمام. شقد يستمر عملك بالبصرة؟ شقد يستمر بالبصرة؟ يعني بالأسبوع من أنزل فترة استراحتي، دوامي أنا ببغداد أبقى أسبوع، من أنزل فترة الأسبوع اللي بالعمارة أتردد على الفترة 3 مرات بالأسبوع، مرات يصير 4، يعني مو يصير 10 بالشهر، يصير 10 بالشهر؟ بالشهر إيه تقريبا يصير 10. وتستمر 6 شهور؟ نعم. تستمر على 6 أشهر؟ إيه هاي مستمر والفترة فترة ستة أشهر، تستمر 6 أشهر لو أقل؟ لا أكثر من 6 أشهر مستمر على هاي الحالة. نعم واضح إن شاء الله. أكو وقت الإجابة السيد المخرج؟ تفضل سمع السيد الإجابة. نعم بالنسبة لعدد سفراته، يعني سفرات البغداد زائد سفرات للبصرة، إذا كان المجموع 10 سفرات في الشهر، إما 10 أيام يروح يرجع أو لا يروح يبقى سفرتين، مجموع ما يبقى بالسفرتين يكون 10 أيام، فهذا يعتبر كثير السفر. إذا كان عنده عزم على الاستمرار لمدة 6 أشهر من سنة واحدة أو 3 أشهر من سنتين فما زاد، هو ذكر لك قال لمدة 6 أشهر والظاهر أنه عنده 10 أيام، فنعم يعتبر خلال الفترة يعتبر كثير السفر، صلاته تمام ويجب عليه الصوم. تمام سيد المخرج، هناك وقت؟ طيب أم محمود من كربلاء، السلام عليكم محمود. عليكم السلام. تفضلي تفضلي محمود. السيد يعني عندي سكر وضغط وسوي عملية مع المرارة وسكر قاعد يصعد، ويعني هسه جسمي كله يرجع. يعني شنو؟ شكرا يا محمود، شكرا جزيلا، السؤال واضح. رحم الله. جزاكم الله خير. سمحت سيد، هناك وقت إضافي إن شاء الله تبارك وتعالى. أعود معك إلى سؤال الأخت رويدة من كربلاء المقدسة، سألت فيما يخص خالتها ووالدتها، تقول هنا لا يستطيعن الصيام بسبب مرض يعانين منه، فما الحكم بذلك سمحت سيد؟ الصوم لا يجب على المريض، إذا كان الشخص مريض ويتضرر من الصوم يتضرر ضررا صحيا بمقدار معتد به لا يجب عليه الصوم، يجوز للإفطار.
وإذا حالته الصحية تحسنت بعد شهر رمضان يقضي هاي الأيام اللي فاتت يقضيها بعد شهر رمضان. وإذا لا المرض استمر يعني ما شفي من المرض وإنما مرض مزمن واستمر إلى مجيء شهر رمضان الثاني هنا يسقط عنا القضاء وتجب عليه الفدية اللي هي كل يوم 3/4 الكيلو من الطعام. جي. أبو ليث من كربلاء المقدسة يقول وقت الإفطار عندما قال المؤذن الله وملائكته يصلون على النبي بهذه الفقرة أو في هذه الآية هو أفطر، يقول هل في ذلك إشكال؟ يعني إذا تحقق الغروب الشرعي اللي هو بزوال الحمرة المشرقية، إذا زالت الحمرة المشرقية نعم هنا دخل وقت الصلاة، فهو إفطار إذا كان قبل زوال الحمرة المشرقية فيعني كان اعتقد أنه الليل دخل فهنا عليه القضاء فقط عليه القضاء، إذا كان لا بعد دخول الوقت بعد زوال الحمرة المشرقية فصومه صحيح. يعني هنا الوقت اللي ذكره هو يعني مقدار قليل ثواني أعتقد أنه صومه صحيح يعني قبل أن لا يقول الله أكبر بثواني هو أفطر أعتقد أنه الوقت حتى لو كان فرق دقيقة سمحت السيد بهذا هو الباب. طبعا العبرة يعني بزوال الحمرة المشرقية يعني إذا كان أكو وثوق بأنه المؤذن أذن عند دخول الوقت يمكن الاعتماد على قول الأعلى على المؤذن يعني عندما يؤذن لكن مع الوثوق والاطمئنان بأنه الوقت قد دخل. أحيانا يعني المؤذن يأذن قبل دخول الوقت يشتبه يعني مثلا يخطأ كما حصل قبل يعني أيام أخطأ المؤذن وأفطر يعني أو أذن قبل مثلا بحدود 5 دقائق والناس اعتمادا عليه على هذا أفطروا وصلوا. بالنسبة للصيام نعم إذا كان قبل دخول الوقت عليه القضاء. طيب طبعا هذا شنو يعتقد؟ يعتقد أنه إذا الشخص اعتقد أنه اعتقد أو اطمئن بدخول الليل بل سماحة السيد يوجب الكفار يقول عليه إذا لم يكن قاطعا بدخول الليل في هذا الموضوع إذا لم يكن قاطعا بدخول الليل فلا حط لزوما عليه الكفارة. طيب سماحة السيد في هذا الموضوع يشترط على الصائم التفحص والتأكد من هذا من الوقت دخول الوقت بالنسبة للمؤذن؟ نعم. المؤذن نعم حتى في على مستوى وقت السحر يعني وقت أذان الفجر طبعا لازم هو يصير عنده علم بدخول الوقت أو اطمئنان بدخول الوقت يعني إما عنده مثلا هو الكراس هذا اللي صادر من مكتب السيد يقدر يعتمد عليه إذا يريد يعتمد على المؤذن فيكون عنده وثوق أنه الوثوق اطمئنان بدخول الوقت. تمام سمح السيد الأسئلة المتبقية نجيب عليها إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أنا شاكر حضورك معي وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد في كل ما تفضلت به. شكرا جزيلا والله خير جزيلا. مشاهدينا الكرام أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم قبول الأعمال قبول الصيام إن شاء الله تبارك وتعالى. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء. شكرا سمح السيد. شكرا جزيلا.